السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي. ما زلنا مع سلسلة تفسير الأحلام مع التعابين والأفاعي والحيات. النهاردة يا جماعة هنتكلم برضو عن موضوع خطير، وهي الأفعى السوداء. والأفعى يا جماعة زي ما ذكرت اللي هي الثعبان السام، اللي هو بيفرد راسه كده ويقف ويعض أو يفتح فمه، ويبدأ الإنسان سبحان الله العظيم إذا لدغ بهذه اللدغة لو محدش لحقه يموت، بخلاف الأفاعي الضخمة الكبيرة اللي هي بتعصر، بتتلف كده وتعصر. فالأفعى من أخطر الأشياء في الحقيقة. وبرضو ومع شديد الأسف الأفاعي في المنام رؤيتها كتير منها مش محمود، لكن في برضو رؤى محمودة هنتعرف عليها دلوقتي. وهتكلم بالنسبة للأفعى السوداء بالتخصيص أو بالتفصيل، هخصص لكل شخص على حدة، الرجل المتزوج والمرأة المتزوجة والبنت العزباء والشاب الأعزب، وبالنسبة للمرأة الحامل. بالنسبة للرجل، لو رأى الأفعى في بيته وحاول إخراجها من بيته وأخرجها، هذا يدل على التخلص من مشكلة كبيرة في حياته الزوجية. يبقى أنا دلوقتي كرجل متزوج لو شفت أفعى في المنام وحاولت أخرجها من البيت، وبالفعل استطعت إن أنا أخرجها من البيت، ده بيدل على إن كان في مشكلة في البيت وأنا هتغلب عليها بإخراجي للأفعى من البيت في المنام. لو شفت الأفعى بتهاجمني في البيت وأنا رجل متزوج، دليل على الانتقام، هناك أعداء وحساد سينتقموا مني. والحقاد والحساد الناس اللي بتكرهني يعني، إما أن يكونوا من الأقارب وإما أن يكونوا أصدقاء في العمل. طيب، لدغة الأفعى بالنسبة للرجل المتزوج عدو ينال منه، والعكس صحيح. بمعنى إذا كان العدو ده لما شفت العضة في المنام، لو إن الثعبان بيهاجمني ولدغني، طالما فيه أذية في المنام هيكون في أذية في الحقيقة. لو الثعبان بيهاجمني ومقدرش يلدغني، يبقى مفيش أذية في الحقيقة. هكذا المعنى. ده بالنسبة للرجل المتزوج. ندخل على الشاب الأعزب، رؤيته لمجرد رؤية الأفعى، رؤيته للأفعى في المنام يدل على عدو. هناك من يكرهك، هناك من يحسدك، هناك من يضمر لك العداوة لمجرد ان سيادتك تشوف الأفعى في المنام. طيب، لما نيجي نقول للشاب الأعزب، إذا رأيت في المنام أنك قتلت الأفعى في المنام، سوف تتخلص من هذا العدو. وقيل صديق ماكر مقرب منك. طبيعي يا جماعة لما نيجي نقول إن في أحقاد وفي الناس بتحسد وفي ناس بتضمر لنا، لما أجي أشوف في المنام إن أنا بقتل الحيوان اللي أنا بحلم بيه، يطلع أي حيوان سواء مضر أو مش مضر، القتل في المنام تخلص من القلق اللي أنا عايش فيه في الحقيقة. يعني سهل علي على فكرة أعرف مين اللي بيكرهني ومين اللي بيحبني، وممكن تخيل عليا ان انا ممكن ما اعرفش مين اللي بيحبني. بعض الناس ممكن تظهر لي انهم بيحبوني وفي نفس الوقت من جواه بيكرهوني. فهذه الرؤى بشارة من الله بتعرفنا، بتقولينا في حد عامل انه بيحبك وهو بيكرهك. طيب، رؤيتها في غرفة النوم بالنسبة للشاب، واراد الشاب ان يخرجها من الغرفة، إذا أخرجها من الغرفة سوف ينجح في تخطي مشكلة، وإن لم ينجح في إخراج الأفعى من غرفة النوم لن يستطيع حل هذه المشكلة، وستكون مشكلة كبيرة يصعب حلها. ده بالنسبة للشاب الأعزب. ندخل على المرأة المتزوجة. المرأة المتزوجة لو رأت الأفعى في المنزل، هناك صديق مقرب من الأقارب أو من الجيران، أو أن هناك صديقة تزعم أنها تحبني
وهي تحقد علي. يبقى المرأة المتزوجة لما تشوف، لمجرد انها تشوف الافعى في المنزل وهي في المنام، تعرف ان في حد مقرب منها وهو بيحقد عليها. طيب لو رأت المرأة المتزوجة انها تخرج هذه الافعى من البيت، ستكشف امر هذه الماكرة وستعرفها بفضل الله تبارك وتعالى بأي موقف ما. المهم ان دي بشارة ان البني ادم اللي عاملة انها بتحبك وهي تريد ان تمكر بك هتعرفيها. طيب اذا قتلت الافعى في المنام المرأة المتزوجة، يدل على انك شخصية قوية تتحمل الصعاب. في نساء كتيرة بتتحمل، فدي بشارة من الله سبحانه وتعالى لو قتلت الافعى في المنام ان انت انسانة قوية بتستحملي الصعاب، بتتحملي فوق طاقتك ومع ذلك صبرة ومستحملة. طيب لو رأت في المنام المرأة المتزوجة وهي وزوجها في المنام وشافت الافعى، هي شايفة جوزها معاها في المنام وشافت الافعى موجودة في البيت، دي بشارة ان في مشاكل بينك وبين زوجك هتحدث بسبب رؤية زوجك معاك في المنام، وبسبب انك شفت الافعى وانتوا التلاتة مجتمعين في منام واحد. دي حاجة خاصة بيك وبين زوجك، ودي شر مش خير ان في مشاكل هتقع بينك وما بين زوجك. طيب لو رأت المرأة المتزوجة الافعى في الحمام، هذا يدل على ان هناك من يحمل لك الحقد والغل والطغينة. يعني سهل ان انا مثلا اقول شخص يحمل لك الحقد، لا، ده رؤية الافعى في الحمام اشارة الى ان الانسان ده بيكرهك كره كبير جدا، او انها ممكن تكون واحدة مش واحد. فكون ان انا اشوف الافعى في الحمام اعرف ان ممكن يكون الشخص ده، يعني سبحان الله، دي يعني برضو من بعض الحاجات اللي احنا بنتعرف بيها على السحر، بس بتبقى مقترنة ببعض الأسئلة بنحاول نسأل علشان نجمع المعلومة في النهاية ونعرف ان ممكن ده يكون سحر، لكن لأول وهلة ما تاخدهاش انه سحر. لكن في بعض الحالات رؤية الأفعى في الحمام قد يكون لبعض الحالات سحر، لكن لو مش سحر دي إشارة إن الإنسان ده أو الإنسانة دي بتضمر لك العداوة بحجم كبير جدا، بتكرهك فوق ما تتخيلي وفوق ما تتصوري. ده بالنسبة للمرأة المتزوجة. طيب بالنسبة للمرأة الحامل، لو شافت الأفعى السوداء في المنام، عايزكم تفتكروا كلامي في كل اللقاءات السابقة، أنا قلت معظم رؤى الثعابين والأفاعي والحيات للمرأة الحامل مولود ذكر. عايزكم تاخدوا المعلومة دي وتركنوها، مفيش غير الثعبان الأصفر ده اللي ملوش دعوة بالحامل، سواء بنوع الجنين إذا كان ولد أو بنت، إنما بنسبة 90% و 99% كمان معظم رؤى الثعابين والأفاعي والحيات للحامل مولود ذكر. لكن في بعض الحاجات التانية، يعني احيانا ممكن تبقى رؤية الافعى بالنسبة للحامل ان هناك من يحسدها، ويعني سبحان الله يتمنى زوال النعمة، او انه في حد بيحسد، هو متخصص في الحسد وفي العين، قد يكون هذا بالنسبة للمرأة الحامل. طيب قتل الأفعى بالنسبة للمرأة الحامل طبيعي، دي حاجة احنا كلنا متفقين عليها، حيوان المؤذي في المنام بقتله ويبقى هتخلص من الهموم ومن المشاكل اللي انا عايشة فيها. فده بالتالي اذا كان عندها حسد او عين المرأة الحامل حينما ترى في المنام انها تقتل الأفعى، فهذا الحسد وهذا سبحان الله العظيم أو هذه العين كل ده هيزول ولن يؤثر فيا. آخر حاجة عاوزين نختم بيها وهي البنت العزباء.
البنت العزباء لو رأت الأفعى في المنام وتعوذت منها سوف تتخلص من مشاكل وهموم. ويجب أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والصلاة وبالرقية الشرعية، ده أساسي. البنت العزباء لو شافت في المنام الأفعى تعرف إن هي سبحان الله العظيم في حاجة خاصة إما بذنوب أو معاصي أو خاصة بعين أو حسد، وممكن ووارد إنه يكون سحر. لكن لما تيجي البنت العزباء تتعود منها في المنام، لا الموضوع ملوش دعوة بالسحر، لكن في بعض الحالات ممكن يكون سحر. فهي لما تشوف في المنام الأفعى وتتعود منها تقول مثلا أعوذ بالله أعوذ بالله وتبدأ تقرأ قرآن، فإحنا بنقول لها خلي بالك في خطر قادم، حاول قدر الإمكان تقبلي على الصلاة، تقبلي على الاستغفار وإلى آخر هذه الأمور. رؤية الأفعى بالنسبة للبنت العزباء وهي مسالمة ما بتأذيهاش، بل إن الأفعى ممكن تلتف حولها وهي مش خايفة، ده دليل على زواج من شخص قريب منك من العائلة، وعلى فكرة شخص يعني سبحان الله حسن السمعة، إنسان كويس جدا. إمتى بقى؟ لما تشوفي الأفعى في المنام مسالمة مش عايزة تعضك ولا تؤذيك ولا حاجة، وبتبدأي كمان تلعبي معاها، ده سبحان الله العظيم يدل على زواج قريب من شخص قريب منك، والزواج ده هيكون قريب والشخص ده كمان كويس مش وحش. آخر حاجة لو شافت البنت العزباء ابن الحية بتهجم عليها وقتلتها سوف تتخلص من عقبات سوف تقابلها في حياتها العملية أو الدراسية أو حتى إذا كان عندها تجارة. هذا وإن كان من توفيق فمن الله وحده، انتظرونا في اللقاءات القادمة. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.